مستمرين معكم نوفمبر 19 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال ال 14 يا محترمين، سؤال عن الستيتس اوف ماتر والسوليد والليكويد والجاز. بيقول لي عنده تيست تيوب يا جماعه فيها 1 سنتيمتر كيوب اوف ليكويد ووتر ات 100. المايه يا جماعه بدات تتبخر، فحجم الفيبر ال 1 سنتيمتر كيوب اللي كانوا ليكويد بقوا 1600 سنتيمتر كيوب of steam. يا جماعة سنتيمتر كيوب ده فوليوم وليس ماس، يعني هم حجمهم زاد بس هم ستيل نفس الكمية يا جماعة. تمام؟ What is the reason for the large increase in volume؟ ليه يا جماعة وهم ليكويد كانوا 1 وهم لما تبخروا بقوا 1600 سنتيمتر كيوب؟ طبعا يا جماعة هي الموضوع ببساطة لان الليكويد زي ما انتو شايفين المسافات ما بينها قليلة والجاز المسافات ما بينها كتير. فانت لو عندك 50 موليكيول ليكويد ساكنين في الحتة الصغيرة دي، نفس الخمسين موليكيول الليكويد دول لما يتبخروا يبقوا جاز هيسكنوا في حتة اكبر لان المسافات اللي ما بينهم زادت. اذا ببساطة يا جماعة الاجابة هتكون بي. طب تعالى نناقش الاجابات التانية. Steam molecules are bigger than water molecules. في كلام كده يا جماعة، يعني الستيم يا جماعة H2O، البخار H2O، والمية اللي بنشربها H2O. مفيش يا جماعة H2O أكبر من H2O، هي ال H2O واحدة، سواء كانت water سواء كانت ice سواء كانت steam، حجم المولكيول ال H2O ثابت يا جماعة ما بيتغيرش. مفيش حاجة اسمها مولكيول H2O كبير ومولكيول H2O صغير. طيب The molecules do not move until the water turns into gas. يا سلام، في حاجة يا جماعة اسمها ان الموليكيول مش بيموف. لا يا جماعة، في الليكويد الموليكيول بيموف وكل حاجة، كل موضوع ان هو لما بقى جاز بقى بيموف مور فريلي. فالإجابة سي خاطئة. There are more steam molecules than there were water molecules. يعني ايه يعني؟ يعني مثلا لما كانوا ووتر موليكيولز كانوا 50 موليكيول، لما تبخروا مثلا بقوا 90 موليكيول. في حاجة اسمها كده ان المية عندي 50 موليكيول ووتر، لما تبخروا بقى ستيم بقوا 90. مفيش حاجة اسمها مور ستيم موليكيولز يا جماعة، هم 50 موليكيول ووتر هم 50 موليكيول ستيم. كل الموضوع ان المسافات ما بينهم زادت مش اكتر. عشان كده يا جماعة الاجابة هتكون الفقرة بي. السؤال يا جماعة states of matter بس بيوضح مفاهيم في ناس كتير بتغلط فيها او ممكن تكون فهمها بشكل خاطئ.